مايكل فاراداي. ولد مايكل فاراداي في إنجلترا سنة 1791. أسرته كانت فقيرة. علم نفسه بنفسه واشتغل صبي في دكان لتجليد الكتب وعمره 14 سنة، وانتهز هذه الفرصة للقراءة المستفيضة. ولما صار عمره 20 سنة استمع لمحاضرات عدد كبير من العلماء الكبار. بهرته هذه المحاضرات، وفي مقدمة العلماء سير هامفري، وبعت للسير هامفري رسالة اتخذ فيها السير هامفري مساعد لي. بعد سنوات قليل توصل فاراداي لاكتشافاته الخاصة. على الرغم من أنه الكثير من المعلومات الرياضية كانت تنقصه، إلا أنه واحد من اللي انشغلوا بالفيزياء التجريبية ما تفوق عليه أحد. وأول اكتشافاته كانت في سنة 1821. استنتج فيها فاراداي أنه إذا أمكنوا تثبيت المجال المغناطيسي، السلك الكهربائي حيتحرك. واعتمد في هذه الملحوظة، صنع أول جهاز يتحرك فيه السلك بصفة مستمرة إذا مررنا فيه تيار كهربائي بالقرب من مجال مغناطيسي، وكان هذا أول موتور كهربي. صحيح أن الموتورات الحديثة أدخلت عليها تعديلات كثيرة ومعقدة، إلا أنه هذا الجهاز البدائي اللي ابتدعه فاراداي هو الأساس. أيقن فاراداي إلا أنه لابد من أن توجد طريقة لتوليد الكهرباء عن طريق استخدام المجال المغناطيسي. فاراداي كان شخصية رائعة وأنيقة جداً، كان محاضر محبوب، وفي نفس الوقت كان متواضع، لا تهمه لا شهرة ولا مال ولا الرتب العلمية. رفض وسام الفروسية ورفض منصب رئيس الجمعية الملكية البريطانية، وكانت له حياة زوجية سعيدة. ما كان له أولاد، وتوفي بالقرب من لندن سنة 1867.